دونك غادي نمشي ولا لا سناء نعطيك واحد القريعات بجوج مزيانين نعطيك واحد القريعات حمر صغار معمرين بالدجاج حمر صغار معمرين بالدجاج والروز غنحتاجو ثلاثه القريعات صغار حمر مقسومين على نص مفورين دابا راه موجودين هذوك القرعات هكا تا المنظر صغيور يعني عرفتي المنظر واللوغو وفيهم فوائد زعما بزاف وكيجيو كيحمقوا دونك غادي نصوروهم على لاله نقسموهم على جوج نصوروهم خصهم يبقاو شادين في راسهم ماشي حتى يمشيو كاع يوليو حريره دونك نحيدو اللب ديالهم ديال هذاك القرعه ونخليوه جانبا حتى نحتاجوه نطيبوا واحد الكاس حتى لجوج ديال الروز مع مليحه وواحد نقطه ديال العود وهذا ونخليوه حتى هو جانبا في مقله او في طنجره نديرو بصله صغيره محكوكه بشويه ديال زيت العود ونبقاو كنديوها ونجيبوها حتى كتدبل واخا دونك في مقله اولا في طنجره ندوزو بصله في زويته ديال العود حتى كتدبل ونضيفو لها طريفات ديال صدر ديال الدجاج حسب الرغبه واخا حتى داك ونزيدو المربعات ديال القرعه ولا داك اللب ديال القرعه اللي حيدناه ونديرو شويه ديال المليحه واحد معلقه صغيره ديال صوص الصوجا الا كانت خفيفه شويه ديال سكينجبير شويه ديال الابزار شويه ديال الكوري واحد ربع معلقه تقريبا نزيدو الروز اللي ديجا طيبناه واحد ربع كاس ديال القشده الطريه اختياريه بالنسبه للناس اللي كتاكل شويه لايت وهذا بلا ما يحتاجوا دونك كيف قلنا لاله فاش نديروا البصيلات مع داك الجيتات العود كنضيفوا لها الطريفات ديال الدجاج كنضيفوا لها المربعات ديال القرعه او اللب ديال القرعه كنزيدوا لها شويه ديال الملحه واحد معلقه صغيره ديال صوص الصوجا تكون خفيفه شويه ديال الكينجبير شويه ديال الابزار شويه ديال الكوري واحد تقريبا واحد ربع معلقه كنزيدوا الروز اللي ديجا طيبناه وكنا محتفظين به وواحد ربع كاس ديال القشده الطريه ديال الطبخ هذا الشيء هذه اختياريه بها ولا بلا بها كيجي رائع كنعمروا القريعات ديالنا نقدروا نديروا حتى الحوت على لا سناء في حوض الدجاج اللي متواجد فوالا دونك نعمروا هذوك القريعات ديالنا الا بغينا نقدموهم ونحكوا عليهم شويه ديال الفرماج حتى هذا اختياري كندخلوهم الفران غير كيذوب كنقدموهم بصحه وراحه كيجيو رائعين على لا سناء ايوا وصحيه والله لا صحيه لهاد القرعه يعني تبارك الله يعني ماشي غادي نديرها في السوق هادوك هو راه غير الشكل ديالهم يعني ملي كتجيبيهم ما كتبغيش كاع تخدمي بهم يعني كتبغي تهضر في الكوزينه والله الا الصراحه الله يعطيك الصحه تبارك الله عليك اللي يعني اختاريتي هاد الاقتراح ديال القرعه الحمراء الصغيره نعمروها باقي ان شاء الله نتواصل معكم بدوطخ غوسات ان شاء الله اي هذا نضمن فيك